سميح ساويرس. رحلة بدأت من 3 موظفين لمؤسس مدينة الجونة. لو أنت من متابعين رجال الأعمال فعلى الأغلب سمعت عن عائلة ساويرس اللي بتحتل دايماً قائمة أثرياء العرب، ومن ضمنهم سميح ساويرس اللي ثروته مليار دولار. خليني أقولك إن أصل سميح بيرجع لمحافظة سوهاج، ومحدش يقدر ينكر إنه من أهم رجال الأعمال المصريين العصاميين اللي بنى نفسه بنفسه. فبعد ما اتخرج من الجامعة لشركة بتبيع قوارب وعمل صفقات في العقارات وكسب مليون دولار، انضم سميح لأبوه اللي بدأ حياته العملية بشركة صغيرة للمقاولات يدوب باتنين موظفين. كان سميح شغال 24 ساعة وكبرت الشركة ويدوب أقل من 5 سنين لحد تأميم الشركة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1961. أنسي ساويرس حياته ما كانتش وردي خالص، فهاجر لليبيا في نص ستينات القرن العشرين، ولما رجع من جديد في نص السبعينات أسس شركة مقاولات تانية اتعرفت باسم أوراسكوم، وكان مقر شركته عبارة عن أوضتين وصالة وبيشتغل فيها 3 موظفين، إلا إنها توسعت بشكل كبير جدا في فترة الثمانينات والتسعينات بعد لما أنهى ولاده الثلاثة تعليمهم سميح ونجيب وناصف برا مصر. رجعوا يوسعوا نشاط الشركة اللي عملت في مجالات تانية غير المقاولات. أنسي ساويرس هو ابن العائلة المحامي نجيب ساويرس والست بديعة عطلة اللي كانت قاعدة في محافظة سوهاج، وعنده اخوات كتير هم مراد ومختار وسميحة، وهو من مواليد 30 اغسطس 1930 وكانت عيلته بتلعب بالفلوس لعب، وعندهم اراضي زراعية مساحتها ما بين 80 و100 فدان. وارتبط انسي ساويرس بوالده حتى انه اطلق اسمه على ابنه الاكبر رجل الاعمال نجيب انسي نجيب ساويرس، وحاول والده ان هو يقنعه بالشغل في الزراعة في سوهاج، الا ان حب انسي للتجارة خلاه يتمرد. وبعد ما اتخرج من كلية الزراعة اسس مع واحد اسمه لمع يعقوب سنة 1950 شركة لمع وانسي للمقاولات، واسم الشركة هي أوراسكوم. وكان اول عقد بتحصل عليه شركة انسي ساويرس هي حفر ابار للمياه وتركيب طلمبات ومواسير في 18 مكان بسوهاج. بعد كده اخذ عقد انشاء محطة مجاري اسيوط، بعدها كترت العقود وبقت زي الرز، وكان معظمها مع وزارة الري. ومع تعب السنين سيطرت عائلة ساويرس كلها على قيمة أثرياء العرب.